هناك الكثير من الأدوات التي لها استخدامات غير التي نعلمها، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من الاستخدامات الطبيعية للشيء نفسه. في هذا التقرير سنقدم لكم استخدامات غير عادية ومفيدة جدا لمعجون الأسنان، ابقوا معنا. تلميع المعادن. إذا نفد ملمع الأدوات الخاص بقطع الحمامات والمطابخ، فإن معجون الأسنان يعمل بشكل ممتاز في التلميع. فكما تعلم، معجون الأسنان لديه خاصية تنظيف الأسنان وإزالة البقع الداكنة. لذلك كل ما عليك فعله وضع القليل من معجون الأسنان على الكروم، وبعد ذلك قم بفركه بمنشفة نظيفة، وسوف تحصل على النتيجة المطلوبة. تنظيف أثر أقلام التلوين. الأطفال الصغار غالبا ما يتوجهون من الرسم والتلوين على دفاترهم الخاصة إلى الحائط الكبير، وهذا الأمر يعاني منه معظم الآباء، حيث أن تنظيف أثر أقلام التلوين من على الحائط ليس بالأمر السهل. لذلك ما رأيك بتجربة معجون الأسنان؟ نعم، معجون الأسنان يستطيع إزالة أثر أقلام التلوين بسهولة. ما عليك سوى وضع القليل منه على المكان المراد تنظيفه، ومن ثم قم بفركه وشطفه جيدا، وسوف تلاحظ أن البقعة قد زالت. إزالة حب الشباب. إذا كنت تعاني من حب الشباب، وهذا الأمر بكل تأكيد مزعج جدا، وخصوصا عند ظهوره بكثرة بمناطق مختلفة من الوجه، ولكن معجون الأسنان سيساعدك للشفاء منها بوقت أسرع. حسنا، ستقول بنفسك كيف ذلك؟ معجون الأسنان يعمل مثل المجفف، حيث يقوم بتنشيف الحبة من الداخل إلى الخارج، تماما مثل الأدوية المصنوعة لهذا الغرض. وأيضا معجون الأسنان يقلل من الإحمرار والالتهاب، بحيث يجعل شكل الحبة أفضل قبل شفائها. إزالة الروائح الكريهة. بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون زجاجات المياه البلاستيكية أو الزجاجية للشرب أو حتى لحفظ المشروبات الأخرى، يجدون أن بعد فترة من الاستعمال تظهر فيها رائحة كريهة مزعجة. فإذا كنت لا ترغب في رميها وشراء غيرها، يمكنك إزالتها بواسطة معجون الأسنان. ما عليك سوى غسلها به جيدا، تماما مثل استعمالك لأي مستحضر آخر، وستجد أن الرائحة اختفت تماما. تلميع المجوهرات والقطع الثمينة. أغلب النساء التي ترتدي المجوهرات تجد بعد فترة من الزمن قد فقدت لمعانها، وذلك بسبب عوامل التعرق والوقت، مما يدفع الكثير منهن إلى أخذها للصاغة ودفع المال من أجل تنظيفها وإعادة بريقها. ولكن بدون التعب أو دفع الأموال وحتى الانتظار، معجون الأسنان يمكنه فعل ذلك وبكفاءة عالية جدا. ما عليك سوى استخدام فرشاة أسنان قديمة، ضع عليها معجون الأسنان، ومن ثم قم بتنظيف قطع المجوهرات بواسطة الفرشاة، وسوف تفاجأ عندما ترى النتيجة. ترميم شاشة الهاتف. أي شخص يملك هاتفا جوالا بدون شاشة واقية يعاني بعد فترة من تراكم الخدوش، لذلك نضطر لأخذه إلى الصيانة لترميم المشكلة أو حتى لاستبداله، ولكن لا يجب عليك فعل ذلك. كل ما عليك فعله استخدام معجون الأسنان وفقا للطريقة التالية. ضع القليل من معجون الأسنان على الشاشة، وقم بفركه بواسطة منشفة جافة وغير رطبة، لأن المنشفة الرطبة ستزيد الأمر سوءا. وبعد ذلك أحضر منشفة جافة أخرى، وقم بمسح المعجون جيدا، وستلاحظ أنه قام بإزالة الخدوش بشكل رائع. وأخيرا، هناك استخدامات أخرى لمعجون الأسنان سبق شرحها في فيديو سابق لنا. شكرا للمتابعة.